انا بجد مش فاهمه حاجه، هو انت ملبسني كده ليه؟ احساس انك تشيلي مسؤوليه بجد احساس جميل، بس لما ابقى انا شايل مسؤوليه مصر لوحدي وعلى كتفي بجد احساس صعب جدا. يعني ايه برضو؟ انا مش فاهمه. نيم حتميه شغلي، ما تخلينيش اقول لك اي اسرار. اهم حاجه دلوقتي انت تروحي، ولو اي حد خبط عليك الباب اوعي تفتحي، اي حد يسالك علينا انت ما تعرفيناش. ايديك حلوه قوي بصراحه. اتفقنا؟ انا كده او كده بكره مسافره مع اصحابي علشان هنعرض عرض العرايس في الريف. بصراحه انا قلقان على كده بجد. هو الكمام كده طويله سنه ولا ايه؟ اه فعلا، انا شايف ان المشكله الوحيده ان الكمام طويله فعلا. خش يا حماده استر نفسك. خش يا حبيبي، خش سادة بالله، خش. تتبص على ايه؟ ايه ده؟ خش يا حيوان يا رخيص يا سهل. شكلك حلو على فكرة. يلا خلي بالك على نفسك وزي ما اتفقنا. حاضر. أنا حسبت أنا بس معيش حاجة. دفعت 200 وما خدتش الباقي، حركة حلوة طبعًا. باي باي. إيه يا ابني وقفة فتاة الليل دي يا ابني؟ هنعمل ايه في العربية الزفت دي؟ مش عارف. موسيقى. بقول لك ايه؟ احنا نسيبها هنا ونمشي. صح كده؟ يلا. سمعت اللي انا سمعته؟ الكلاب دي لو جت هنا هتشلوحنا. يا عم كلاب ايه يا عم انت بقى؟ ايه كلاب؟ انا قصدي الراجل اللي سايبينه في العربية ده. يا نهار اسود. يا عيني تلاقي اهله وعياله مستنيينه دلوقتي. بعدين لو احنا ساعدناه اكيد لما يصحى هيبلغ علينا. مش عارف نعمل ايه في الموقف الزفت ده. انا جات لي فكرة. ايه؟ احنا ناخد الراجل ده معانا على البيت. نجيب له دكتور وعشا ومشروب، الثلاث حاجات. ماشي؟ الراجل ده لما نعمل كده هيستجدعنا وهنصعب عليه فمش هيبلغ علينا. لما يصحى يعمل فينا ايه؟ بص صحى وكتاب اللي اول ما تخش الاوضه موته موته وش. ماشي. وليد قعدوا في السفره نضيف. طفره ايه ونضيف ايه؟ احنا جايبين له تعشى يا ابني. يلا يلا. وطي صوتك. هو مين هيموتك في الاوضه دي؟ عارف عارف. اجمد امال يا بطل. ولا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. يا ما نصحته. فهموني بقى، يطلع اهدى. طيب بالراحه من غير نرفزه. هقول لك على كل حاجه باصله. انا غصب عني من غير ما اخد بالي خبطته بالعربيه. يا لهوي انت، يا لهوي انت، ربنا من البوليس. امي هتسلمك. بوليس؟ هي فيها بوليس كمان؟ يا دي المصيبه السودا. يا وليه يا خلي اسكتي. طيب صوتك بقى. لما انت ما بتعرفش تسوق بتتنيل. تسوق ليه يا جحش؟ يا بجب يا جحش يا حمار. خلاص اسكتي بقى. ايه الراجل اللي هيقوم زي الفل؟ حرام عليكم اتعميتوا. حرام عليكم. دي القطعيه دي خلصت من ايام الحج. من ايام الحج؟ هتصيع يا ماما، ده ابويا كان قد كده اصلا. يعني ايه هربوا؟ ده اسمه كلام فارغ. احنا ايه؟ بنهرج؟ ما تقلقش يا فندم، هنلاقيهم ان شاء الله. وعموما احنا لقينا الميكروباص اللي كانوا هربانين فيه. احنا مش ساكتين والله يا فندم. يعني ايه مش ساكتين؟ من النهارده مفيش مروح لبيوتكم، مفيش اصلا نوم، لا انت ولا رجالتك. انا شخصيا مش هنام الا لما اجيب المجرم ده هو وكل اللي بتعاونوا معاه. يلا هم يا جمال. يلا لا كلها كلها والله بتاع دمي بتاع دمي. يلا ايوه برافو. يلا القطر بيخش فين؟ في المحطة. حتى 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 لسه زعلان مني؟ يلا معايا الدواء لما تبلع. لما تبلع. يلا وجايب لك بقى الخيار ده كله. هو خيار بس مش للاكل ده، هنقطعه طرنشات
ونحطه على عينينا عشان الهالات السوداء. الغدا يا نجاة. مين نجاة؟ أختي. أوكي. حمرت لك الفراخ وعملت لك شوية شوربة، إنما إيه؟ هترم عظمك. عظمك غالي علينا قوي. متشكر يا أنسة نجاة. أنسة؟ ده عينيك اللي حلوة. سمعتوا؟ لا لسه نجات امك بتتشقط. ما انا بقول انا وانت هنطلع نريح بره شويه ونسيبهم لوحدهم. بقول لكم ايه يا اولاد، انا قاعده بره بتفرج على التلفزيون، لو احتجتوا حاجه نادي عليا. قول لي يا نوجة. يا نوجة. لطيفه يا نوجة. انت اخو نوجة؟ اه انا اخو نوجة. وانت ابن نوجة؟ بعد اللي قالته ده ما اعرفهاش خالص. كان في ولدين منتحلين صفة ضباط، واعتقد كان معاهم بنت. الولدين دول نجحوا ان هم يفصلوا كل كاميرات المراقبة عن المنطقة. ما قلتلناش اسمك ايه؟ دياجو. دياجو ميسي. سائح ارجنتيني. ايه ده؟ تقريب ميسي؟ يعتبر قريبنا لان هو واخد بنت اختي. واخد مين؟ بنت اخته. بنت انت هتقرع علينا يا عم ولا ايه؟ انت بتتكلم مصري احسن مننا اصلا. انت بتتكلم عشان انا اصلي من فتره كبيره كنت بشتغل في السفاره الارجنتينيه، وكنت عايش هنا في مصر وبتعامل مع مصريين كتير، فعشان كده بتكلم مصري كويس. طالما طلعت قريب ميسي السيلفي اللذيذ بقى. لا لو سمحت، لو سمحت، انا ما بحبش التصوير. لا مفيش حاجه، ما سيلفي سمحت، ما بحبش فضله بقى. يا نهارك ابيض، عليا النعمه هي ورحمه امي هي. حماده وليد، حماده ايوه يا ماما، تعالوا عايزاكم. للاسف الشديد هذا المواطن مش يصور ايه. اخس دي. اخس ماركوس زي ما الغريب. بالنسبه للاريالين اللي ركبتهم لنا جوه عند الراجل، كل دول العالم. حماده هسالك سؤال وتجاوبه بصراحه، عشان كده انا بناشد حضراتكم. بتاعتك دي ولا مش بتاعتك؟ بتناشد الساده المواطن. اي حد من حضراتكم يقدر يتعرف على صاحب التصويره دي ارجوكم بلغوا الشرطه فورا. لا طبعا مش بتاعتي. انتوا ايه يا جماعه، مالكم شغلين نفسكم بالتوته بتاعتي ليه؟ ده تلاقيه توارد توتات. لا هو انا هتوه عنها؟ ده انا اطلعها من مليون واحده. ده انا عارفاها من وهي قد كده. وهي عمرك هتقد كده. ادي اخر تنشيط الخلفيه. حتى اللحظه دي هم الوحيد. اهلا اهلا استاذ كمال ابو ريق. ايوه مع حضرتك. اي حد يقدر يتعرف على صاحب الصوره دي ارجوكم بلغوا الشرطه. الله الله الله، هي الحكومه مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ ايوه صح، مكبرينها فوتوشوب. انا مش كبيره قوي كده عندي. القناص الخطير كبيره. ماركوس خوزيه جونزاليس انه يهرب، وهرب بمعاونه بعض اعوانه اللي خدوه في ميكروباص وهربوا بيه. وانا بنا